على ملعب عمر حمادي ببلوغين استضاف مولودية الجزائر الجريح سريع غليزان بهدف واحد الفوز والانفراد مؤقتا بالوصافة. شوط أول كان من جانب واحد دخلته المولودية دون مقدمات، وما هي إلا 10 دقائق حتى افتتح سامي فريوي مجال التهديف. هدف فتح شهية العميد الذي رمى بثقله لمضاعفة النتيجة، وكان له ذلك في الدقيقة 17 إثر هذه الركنية الملعوبة على مرتين. فتح الله يوزع غزالة برأسية يمهد الكرة لإيسو الذي يضيف الهدف الثاني. بعد ذلك تواصلت سيطرة أصحاب الزي الأحمر والأخضر، وفي الدقيقة 32 كرة بينية من إيسو ناحية فتح الله، هذا الأخير بالعقب لفريوي الذي يضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه. الدقيقة 45 توزيعة من المتألق طاهر فتح الله ناحية حميدي بدوره يوزع لفريوي وبرأسية يوقع الهاتريك والرابع للمولودية. رد سريع غليزان جاء في الوقت بدل الضائع إثر هذه الركنية من بالغ وشيبان برأسية يقلص النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتفوق مولودية الجزائر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. الشوط الثاني سار على نهج سابقه بسيطرة شبه مطلقة للمولودية التي لم تنتظر أكثر من 7 دقائق لإضافة الهدف الخامس بعد عمل ثلاثي بين فتح الله حميدي وفريوي الذي يبصم على سوبر هاتريك. خماسية جسدت سيطرة البلودية عن طريق محاولات عدة، تفنن إيسو تارة وفريوي تارة أخرى في إضاعتها أمام براعة الحارس حمو الذي دخل بديلا لبوزدر. رد سريع جاء في الدقيقة 80 إثر هذه المحاولة من بالغ يتعرض على إثرها لعرقلة من الحارس شعال والحكم دافري يعلن ضربة جزاء. نفس اللاعب يتولى تنفيذها بنجاح مقلصا النتيجة. لترد المولودية بالقوة الثالثة بهدف سادس بعدها بالدقيقة بتمريرة البديل عبد الرؤوف بن غيث للهداف فريوي الذي يعتلي صدارة هدافي بطولة هذا الموسم ب14 هدفا، 5 منها في شباك الرابيد. ثم الدقيقة 87 إيسو ناحية إزماني وكرة على طبق للبديل زايدي يضيف من خلالها 7 الأهداف، ليختتم مهرجان الأهداف في الدقيقة 88 عن طريق بن غيث الذي أبى إلا أن يوقع أول أهدافه في أول ظهور له بألوان المولودية. 8 أهداف مقابل هدفين هي النتيجة النهائية التي انتهت عليها المباراة، والنقطة 39 لمولودية الجزائر، فيما تتعمق جراح سريع غليزان في المركز ما قبل الأخير ب15 نقطة. وفيما يلي مشاهدينا الكرام نتابع وإياكم التصريحات التي عقبت مباراة مولودية الجزائر وسريع غليزان في ميكروفون وليد غريبية مجددا. مقابلة وين حضرنا لها بها مع الكوتش وين كانت عندها أهمية كبيرة بالنسبة لنا باش نقعدوا توجور في الريزلت بوزيتيف. الحمد لله اللي 3 بوان كما شفتوا جبناهم بعرقنا وين مدينا في الماتش افون ماكري على بالنا بلي غليزان فريق تاعي السابق اللي الوضعيه اللي راهي فيها نتاسف ان شاء الله نتمنى لهم الوضعيه تتحسن، وين حنا على بالنا بلي غليزان ما كانتش مليحه ولكن حنا زدنا خدمنا بيان ودينا الماتش كما نقولوا سيري وين الحمد لله يا ربي حقنا لي 3 بوان. الحمد لله وين ربي وفقني كما قلت سجلت 5 أهداف ويعود هذا الفضل لصحابي كاع عيتيك والطاقم الفني اللي دار فيها ثقه هذه. الحمد لله حنا رانا ماتش بار ماتش نحسنوا في الاداء تاعنا وين كان اليوم تقدر تقول الاداء والنتيجه. الحمد لله هذه حفزنا ان شاء الله باش نزيدوا ناخذوا المقابلات الاخرى بكل اريحيه ان شاء الله وجديه. نظن المقابله اليوم بديناها يعني بكل جديه وين فريق الخصم يعني تجمع لنا يعني في الدفاع وين خلق لنا بعض الصعوبات. الحمد لله احنا اليوم الحاجه اللي كانت اليوم فرحانين بها هي يعني نهينا الفرص يعني في شباك الخصم ولينا نظن باللي كنا في الدقيقه 20 كنا النتيجه كانت 3-0 يعني سهلنا المأمورية من رغم يعني تلقينا هدفين يعني بطريقه ساذجه واللي ما كناش نتمنوها
ولكن الفريق خدم وتعب وجرى يعني بكل قوه باش نزيدوا نسجلوا اهداف، ويعني سهلنا كما قلت لك المأمورية. اللاعبين كانوا مركزين طول تيلة المقابلة، وانا يعني كان تركيز، كان الثنائية ربحناهم كامل، الفرص يعني اللي ضيعناهم يعني زدنا عودنا رجعنا خدمنا على روحنا وسجلنا اهداف. يعني اللي قلت لك اليوم كانت مقابلة تأكيد يعني النتائج اللي رانا نحقوا فيها، وما تخليناش باش نبعدوا من البوديوم. الحمد لله اليوم 3 نقاط يعني إضافية اللي تخلينا نحضروا المقابلة الجاية إن شاء الله.